سكرت البار، قلت لهم لا تقبلوا زباين اليوم، عملت طاولة بتجنن، ما بتصور قديش كنت منفعل. كنت بدي أقدم لها هذا، بس نادية فضلت تروح على إيطاليا. ليش ما كان معها خبر؟ أخي الواحد بيعطي خبر إني بدي أعرض عليك الزواج. القصة صارت فجأة، حتى أنا ما حكيت لي مثل الخلق. شو قصدك حتى أنا؟ عم بحكي لك حبيبي، مو راحت على إيطاليا مشان شغلي؟ لو مو متصل ما كانت رح تقلي. آه يا روحي، هلأ كنت بدي أتصل. لا، أنا برأيي وثقت بإخلاصك. لا يا أخي، نادية ما بتحبني. جم معقول حكي؟ ماشي، يمكن متعلق زيادة بشغلها. وانت متعلق صواش وعقلك مشغول بمية قصة. عم تهمل ياسمين شي؟ بتحبني احكي مع نادية بهالموضوع؟ صواش، ليك نحن من سنين ونحن اصحاب، فيك تقلي الحقيقة. فيني اعرف شو قصدك جيم؟ معلم جيم، ممكن شوي؟ شو بدك مني هلا؟ شو كنت بدك تقول قبل شوي لما قلت لي اللي الحقيقة؟ شو كان قصدك تقول جيم؟ صواش، ماشي، نادية صديقتك وأنا كمان، ما بدي اياك توقع بالنص، بس بترجاك تحكي بصراحة. اللي بحياة نادية في حدا تاني. شو؟ جيم لا تحكي طالع نازل. شايف نادية واطية لهالدرجة لتطلع مع اثنين؟ أنا ما قصدت هيك صواش، لا تفهمني غلط، يمكن تكون بتحب شي واحد تاني، بس ما عم تطلع معها تقلي بدنا ننفصل. لا تحكي من عقلك جيم، ولا تفتري على البنت. خلص ماشي، صدقني ما في حدا غيرك بحياة نادية، ولو في بعرف. أنا بعرف كل أسرار نادية. لهيك أنا سألتك. منيح، ما في حدا، ويكون بعلمك اني زعلت. ماشي خلص، انا اسف. شي غريب يا، لما العلاقة ما بتمشي معناها في واحد تاني، ما قديش سهل انك تفكر هيك. روح وقف قدامها وحكيها بصراحة، ولا بقى تفكر بهيك شغلات تافهة مرة تانية. خلص يا، انا اسف، صدقني انا اسف. لك حبيبي كم مرة قلت لك انه انا من اهل العروس؟ بينسألوا اهل العروس هيك اسئلة؟ عفوا يا، وانتو عندكم تقاليد ما هيك؟ بكفي حبيبي، بكفي. بتعرف لو كنت تبع تقاليد شو كان صار؟ كنت بفضل مسدس براسك لأنك حكيت على شرفنا. يلا بشوفك أنا رايح. مع السلامة، سلم على ياسمين. يوصل.